السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ورجعنا لكم مرة تانية على قناة إيجي دعم. والنهاردة معانا شرح ما لا تعرفه عن ترجمة جوجل. طبعا في ناس كتير ما تعرفش ان التطبيق بتاع ترجمة جوجل نزل معاه التحديث الجديد، خاصية جديدة او خواص جديد، وفي ناس كتير ما تعرفش احنا ممكن نستفاد منها ازاي. طيب اول حاجة على ترجمة جوجل، احنا ممكن نشغل خاصية النطق بالكلام، مثلا ما لا تعرفه عن ترجمة جوجل. طبعا هنا لو انت عايز تشغل الصوت هنضغط على العربية، الايقونة اللي جنب كلمة العربية، ما لا تعرفه عن ترجمة جوجل. تمام. وهنا بالانجليش What you do not know about Google Translation. تمام. طبعا في خاصية تانية معانا على ترجمة جوجل، اللي هي النطق بالكلام، بس طبعا مش هقدر اشغل خاصية النطق بالكلام وانا بصور الفيديو. طيب تالت خاصية معانا احنا ممكن نستفاد منها، ان احنا ممكن نكون شغالين اي تطبيق سواء على الواتس او على الفيس او على الويب سايت، اي موقع ممكن تفتح عليه مثلا بالانجليش او باي لغة، وانت عايز تترجم باسهل سهولة بدل ما تنسخ النصوص وتروح تنزلها على الترجمة، انت ممكن تعمل حاجة بسيطة جدا. هتحدد على النص اللي انت عايز تترجمه بالطريقة دي، بعد كده هتضغط على نسخ او كوبي، هتدوس على الايقونة اللي ظهرت على الشمال دي. طبعا هو دلوقتي ترجم لنا النص اللي احنا حددناه، فقط انشاء موقع ويب الخاص بك بسيطة وسريعة من هاتفك. تمام. طبعا عايزين نجرب على اي حاجة تانية، مثلا هنا lost password، ضغطنا عليها مثلا نسخ نص الرابط اهو، كلمة مرور مفقودة. طبعا احنا كده انتهينا من الشرح، وما تنسوش لو عجبكم الفيديو تعملوا لايك وكومنت وتدعمونا بسبسكرايب علشان تتابعوا معنا كل جديد بننزله على القناة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.